في مبادرة هي الأولى من نوعها بمحافظة تعز، نظمت مؤسسة معاذة تنموية بالتنسيق مع مؤسسة رعاية التنموية حفل زفاف جماعي لأربعين عريسا بترت أقدامهم في الحرب. هي بعد حسنات والحمد لله الآن بفرحتنا بعرسنا في تعز، ونشكر من فعل بالخير إلى بغضغ من الألم وراحنا نفتح بعرسنا وفرحنا بتاعز. وبيّن الدكتور عبد المجيد اليوسفي المدير التنفيذي لجمعية معاذ أن لديهم 176 جريحا آخر من فئة مبتوري الأقدام سيتم تزويجهم قريبا وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم. نحن اليوم نحتفي بتزويج 40 عروس وعريس تنفذه مؤسسة معاذ التنموية بالتنسيق مع مؤسسة رعاية. نحن اليوم دشنا المرحلة الأولى، وإن شاء الله في المرحلة القادمة نقوم بتزويج بقية الشباب من الجرحى الحرب مبتوري الأقدام. لدينا ما يزيد عن 176 مبتوري الأقدام، إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تزويجهم خلال المرحلة القادمة. فهذه هي المرحلة الأولى. اليوم تعز مبتسمة وتعز فارحة، اليوم جبال تعز وفلاحي تعز اليوم مبتسمة بهذه المناسبة. رسالة إلى العالم تبعثها تعز أننا قادرون على تحويل الأتراح إلى أفراح، وأيضا تحويل المحن إلى منح، وتحويل الجراح إلى آمال. هي رسالة بأن تعز ولادة. وتخلل العرس الجماعي رقصات وأهازيج شعبية شارك فيها عدد من الجرحى بالزي اليمني التقليدي، متناسين آلامهم وجروحهم، منتزعين الفرحة والأمل من براثن الجراح.